مرحبا ويعطيكم العافية مرة تانية. رح نكمل اليوم في موضوع تطابق المثلثات اللي بدينا فيه المرة السابقة بالدرس الأول. معكم المعلمة نسرين بشارة. رح نرجع هيك نعمل بشكل سريع ماذا نعني بمثلثين متطابقين، ما هي الإفادة، كيف نبرهن، ما هي الشروط اللازمة، ما هي نظريات التطابق، وكل هالأمور رح نبحثها ولكن بالتدريج مع بعض. السؤال الأول بيقولنا ماذا نعني بمثلثين متطابقين؟ لو أعطي إلنا وقالوا لنا معطى أن المثلثين التاليين متطابقان، ما هي المعلومات التي ممكن أن نستنتجها؟ واضح لإلنا أنه راح يكون الضلع الأول AB يساوي الضلع DE، والضلع كيف نبين بالرسمة BC يساوي EF، والضلع AC يساوي DF. حسب هن شو معطينا A و B و C قدرنا نتمكن من معرفة مين يساوي مين من الأضلاع، والزاوية A تساوي الزاوية D 80، الزاوية B تساوي الزاوية E 60 درجة، والزاوية C تساوي الزاوية F وتساوي 40 درجة. السؤال اللي بنسأل أو بتوضح أكثر، إذا لما إحنا بنحكي عن مثلثين متطابقين عم نحكي عن تساوي في ثلاث أضلاع وثلاث زوايا على التلاؤم، ضلع الأول يساوي الأول والثاني يساوي الثاني والثالث يساوي الثالث، أيضا بالزوايا الزاوية الأولى على التلاؤم تساوي الأولى والثانية تساوي على التلاؤم الثانية في المثلث الثاني، والزاوية الثالثة في المثلث الأول تساوي على التلاؤم الزاوية الثالثة. كتير مهم احنا بنقدر نكتب التطابق بطريقة ممكن نقول مثلث يطابق مثلث بدون تلاؤم، وافضل الطريقة او اكتر طريقة ممكن تعطيني اكسب معلومات واستنتج حتى بدون ما اشوف الرسمة هي انه اكتب التطابق على التلاؤم. وكيف نكتب تطابق على التلاؤم؟ اذا نيجي بنطلع اي طالب فيكم بطلب منه اكتب لي بكتابة رياضية استبدل كلمة الموجودة عندنا هون كلمة التطابق، خلينا نستبدل كلمة التطابق بالرمز. واضح ان الرمز هو هذا، بدل ما اكتب كلمة يطابق نكتب الإشارة يطابق، وبنقرأ المثلث ABAC يطابق المثلث EFD، أو المثلث ABC يطابق المثلث EFD. واضح كيف ما كتبنا من الصور الثلاثة أو من الطرق الثلاثة بالكتابة إنها كتابة صحيحة، ولكن هاي لا تعتبر كتابة على أو تطابق على التلاؤم. تعال ننتبه ليه أنا عم بحكي هيك. إذا بنطلع الزاوية الموجودة عندنا هون الرأس A، الزاوية الموجودة عندنا الزاوية A هي تساوي 80 درجة، والزاوية D تساوي 80 درجة، ولكن إذا بنيجي بنطلع في السطر الأول بنلاقي A مكتوبة في المكان الثاني ودي مكتوبة في المكان الثالث من اليسار لليمين. طبعا إحنا بالرياضيات بنمشي نفس الوضع. إذا بنيجي بنطلع على مقدار الزاوية E 60 ومقدار الزاوية B 60، ولكن مثلا إذا طلعنا في السطر الثاني بنلاقي B مكتوبة في ترتيب الثاني ولكن E مكتوبة في الأول. كتابة التطابق بهاي الطريقة مسموح، أقول أي مثلث يطابق أي مثلث، بس بشرط طبعا أكتبه بطريقة صحيحة. يعني أنا ممكن أجي أسمي المثلث الموجود عندي المثلث A B C، وممكن أسمي المثلث الموجود عندي أيضا المثلث A C B، وممكن طبعا إنه نقول المثلث B C A كيف ما أنتم شايفين B A C A B C أو C B A. بأي طريقة كتبت وعبرت عنه صحيح ما بتغير المثلث، المهم أنا أحافظ على الترتيب الصح في يعني إنه أكتب الحروف أو الرؤوس اللي بتكونه فعلا، مش أستعمل رؤوس أخرى. ولكن من الكتاب الموجود عندي هون أنا ما بقدر أستنتج معلومات، ولكن إذا أنا كتبت تطابق على التلاؤم أنا بقدر أحصل على معلومات دقيقة حول الزوايا والأضلاع. بمعنى إذا انكتب لي المثلث ABC يطابق المثلث DEF وانكتبت كلمة على التلاؤم، أو ممكن ينكتب أيضا يكون مكتوب على التناظر، إذا كتب على التلاؤم أو كتب على التناظر، على التناظر بقدر استنتج بانه الكتاب المكتوب بالترتيب يعني بالترتيب بيفيدني بالمعلومات. بمعنى اذا الزاويه A مكتوبه في الاول او الحرف A مكتوب بالاول والحرف D مكتوب بالاول، بقدر مباشره استنتج بان الزاويه A تساوي الزاويه D. فاذا كان الزاويه A مقدارها 80 درجه اذا الزاويه D مقدارها 80 درجه، وبالعكس اذا B الحرف B مكتوب الثاني و E مكتوب الثاني او بالوسط، فاذا بقدر استنتج انه مقدار الزاويه
الزاوية B يساوي مقدار الزاوية E، فإذا كان مقدار الزاوية E 60 درجة، إذا بقدر أستنتج إنه مقدار الزاوية B هو أيضا 60 درجة أو العكس تماما، ونفس الإشي بالنسبة للزاوية C و F. هذا من ناحية زوايا. أيضا ممكن الاستفادة من ناحية أضلاع، بمعنى إذا كتب على التلاؤم أو كتب لإلنا على التناظر، نقدر نستنتج بأن الضلع AB يساوي الضلع DE، الضلع AB يساوي الضلع DE، وفعلا عندنا هذا الضلع طوله A وهذا الضلع طوله A. أو ممكن أستنتج أنه الضلع BC يساوي الضلع EF، بما معناه كمان مرة بما معناه أنه الضلع BC الموجود عندنا هون يساوي الضلع EF وهو يساوي B، مقداره B سنتيمتر B متر ما بعرف. و كمان نفس الوضع إذا بنيجي نتطلع على الضلع دي سي، إذا مرقت من تقسم من A ل C و D ل F، تعال نتطلع A C أو D F أيضا يكونوا ضلعين متساويين، واضح إنه مكتوب عليهم نفس الرمز سي سي. أنا مش شرط أكتب A B C، ممكن أي شخص ثاني يجي يقول، وإحنا قلنا المثلث ممكن يكتب عدة طرق، ممكن أجي أقول بدي أبدأ بالرأس B أكتب المثلث B A C، ولكن بهاي الحال بدنا ننتبه إذا أنا كتبت الرأس B A C نبدأ أبدأ هون ب E D F إذا بدنا نكتب على التلاؤم. فبهاي الحالة إذا بديت أنا على سبيل المثال في الضلع أو في الرأس C، بهاي الحالة زي ما هون مبين بدأ بالرأس C، أنا مجبور أبدأ في الرأس F وأكمل. وبهاي الحالة تعال نحاول نشوف إذا الكتابة على التلاؤم فعلا بتعكس لي معلومات، بتعطيني معلومات واضحة ودقيقة ومباشرة. تعال نشوف مع بعض، هل الزاوية C فعلا تساوي الزاوية F؟ نعم 40 درجة و 40 درجة. هل الزاوية A تساوي الزاوية D؟ نعم 80 درجة و 80 درجة. هل الزاوية B تساوي الزاوية E؟ نعم 60 درجة و 60 درجة. شو مع الأضلاع؟ أيضا الأضلاع نفس القاعدة، رح نلاحظ أنه ضلع CA يساوي FD بالمقدار، بمعنى إذا CA مقداره B F ثواني، إذا عندنا C أنا خربشت. إذا عندنا CA يساوي C، فإذا FD يساوي C. إذا أخذنا آخر رأسين اللي هنا عمليا بيشكلوا لنا القطعة AB والقطعة DE، أيضا بنلاحظ إنه طول القطعتين هو AA، وكيف ما اتفقنا إنه ضلع CB يساوي ضلع FE، وفعلا الضلع CB أو BC يساوي ضلع EF أو FE. والإمكانية الثالثة صارت واضحة لكم إذا قلنا BCA مع المثلث EFD، وانتبهوا كيف بنقرأ، بنقول المثلث BCA يطابق المثلث EFD. إذا لم يكتب على التلاؤم أو على التناظر، أنا ما بقدر أستنتج إنه الضلع BC يساوي الضلع EF وأن الرأس A يساوي الرأس D، ولكن إذا كتبت كلمة على التلاؤم أو على التناظر، فبقدر استنتج إنه الترتيب الموجود بيساعدني أميز مين الزوايا المتساوية ومين الأضلاع المتساوية بالمقدار وبالأطوال. كيفية كتابة التطابق على التلاؤم؟ لو أنا أعطوني اللي هو بيساعدنا على قلنا حصول على معلومات واستنتاجها، كيف ممكن أكتب؟ مثلا أعطوني هذا الرسم، وواضح إنه عدد الخطوط المتساوي بيعني إنه عدد أو بيعني إنه أطوال القطع متساوية وعدد الأقواس المتساوي بدل إنه الزوايا متساوية، بهذا المعنى عم نستعملها حاليا. إذا بنيجي بنطلع واضح لإلنا إنه الضلع AC يساوي الضلع RH، والضلع AB يساوي الضلع RG، والزاوية A تساوي الزاوية R. هاي المعطيات الموجودة عندنا، ثلاث معطيات، ضلعين متساويين، كما مرة عندنا ضلعين متساويين وعندنا زاوية متساوية، الزاوية A تساوي الزاوية R. كيف أنا ممكن أكتب التطابق على التلاؤم؟ بدنا ننتبه ونشوف الزاوية، إذا أنا بديت بالزاوية A مفروض أبدأ بالزاوية R، يعني إذا أنا كتبت المثلث يطابق المثلث، إذا أنا بديت مع الزاوية A أول حرف كتبته معناته أول رأس بدنا نكتبه هو رأس R. تعال نكمل، إذا أخذنا A وانطلقنا ل C، فإذا بدنا ناخذ نبدأ من R ونروح ل H، ومنكمل ل G ومنكمل ل B. بينما إذا كتبنا المثلث A وانطلقنا ل B، فالضلع AB مين يساوي؟ واضح لإلنا RG، فأنا رح أبدأ مقابل الرأس A رح أبدأ أيضا
بالرأس الموجود عندنا بالرأس R، ولكن من R إسا شو بدنا نساوي إحنا؟ بدنا نروح ل G وثم ل H، وهون عنا A B ثم C. إذا إحنا في عنا عدة طرق للكتابة، ممكن نكتب A C B يطابق R H G على التلاؤم، وممكن نبدل الأحرف وأيضا نحافظ على التلاؤم، بس ننتبه لكيف نكتب الأمور. عنا هذا السؤال وبقولنا معطى أن المثلث، وانتبهوا هون عنا المثلثين بغطوا بعض مرات في بعض الأحيان مساحة بعض، وفي بينات أضلاع مشتركة وزوايا مشتركة، بس تعال نشوف أو زوايا محتوية بداخل زوايا. خلينا نشوف مع بعض شو بقولنا السؤال. معطى أن المثلث DCB يطابق، وانتبهوا هاي الإشارة تقرأ، يطابق المثلث ABC مكتوب بالتلاؤم أو على التلاؤم أو على التناظر، مباشرة بقدر أستنتج بأنه الزاوية دي تساوي الزاوية A، بما معناه إنه الزاوية دي إذا حطيت عليها قوسين هون قوسين، أو إذا سميت هاي الزاوية مقدارها ألفا، فالزاوية اللي هون أرمز لها بالرمز ألفا. إذا قلنا الزاوية C تساوي الزاوية B، بمعنى بس انتبهوا أي C، لأنه إحنا في عنا هون C ممكن تكون الجزء، ممكن تكون واحد الأجزاء أو اللي بتحوي الجزئين الأصغر أو الزاويتين الأصغر. فبننتبه إنه مكتوب عنا هون الزاوية دي سي بي، يعني عمليا احنا نحكي عن الزاويه دي سي بي، الزاويه الموجوده عندنا هون كلها هاي اذا سميناها بيتا، فمعناته الزاويه اي بي سي كما مره اي بي سي تتكون مقدارها او بنرمز لها بالحرف بيتا، والمتبقي اللي هو عندنا انتبهوا لبي احنا بنقصد هذا الجزء من المثلث الموجود عندنا هون، اذا كان جاما فهذا الجزء ايضا بيكون عندنا جاما، انتبهوا انه احنا عم نحكي عن بيتا الكل، ماشي؟ احنا عم نحكي السجامة هي هذا الزاوية الأصغر الموجودة داخل الزاوية الأولى اللي حكينا عنها. فبهاي الحالة بنتج عنا إنه في ثلاث أضلاع متساوي، وصرنا مميزين من الأضلاع المتساوي كما مرة، لما أنا بقدر استنتج إنه DC يساوي AB، DC يساوي AB، بقدر استنتج إنه BC في المثلث الأول يساوي CB، وفيش حاجة أستنتج، واضح إنه ضلع مشترك ولكن من المعطيات، وواضح لإلنا إنه الضلع DB يساوي الضلع AC، بمعنى DB يساوي الضلع AC، ماشي؟ والزوايا إسا شرحناهن وحكينا عنهن. ننتقل إذا أعطونا معلومات، بس هاي المعلومة قالوا لنا إنه المثلث TKC يطابق المثلث GVW، شو المعلومات اللي بقدر استنتجها؟ ما عيش ولا أي رسمة إضافية، وانتبهوا المقصود هون إنه مكتوب على التلاؤم، لأنه إذا ما انكتب على التلاؤم ما بعرف أي ضلع يساوي أي ضلع ولا أي زاوية تساوي أي زاوية، ومكتوب هون من التطابق على التلاؤم. شو نقدر نستنتج؟ بأنه الزاوية T تساوي الزاوية G، الزاوية K تساوي الزاوية V، والزاوية C تساوي الزاوية W. أيضا نقدر نستنتج أنه الضلع TK يساوي الضلع GV، والضلع KC يساوي الضلع VW، والضلع TC يساوي الضلع GV GW. يعني بما معناه إذا بدنا نيجي نتطلع موجود عندنا من ناحية أضلاع وزوايا اللي بنقدر نستنتجه كيف ما إسا قلنا من ناحية الضلع TK مع GV، ومنكمل نفس الفكرة مع KC وTC مع GW، واضح لإلنا كيف عم بيكون. ومن ناحية زوايا واضح إنه الترتيب الأول الزاوية الأولى أو الرأس الأول بيمثل الزاوية الأولى اللي إحنا بدنا نقدر نلاقيها، بس انتبهوا مرات بيكون بحوى أكتر من رمز، فما بقدر أقول الزاوية T و K إحنا بدنا نقول هون، ولكن بشكل عام ممكن أنا أجي أكتب الأطراف للزاوية اللي كونت أو الأضلاع اللي كونته مش بس الرأس. كيفية كتابة التطابق على التلاؤم؟ إذا أعطي لنا الرسم الموجود عندنا هون وبنطلب مني أنا أكتب المثلثين بالتطابق للمثلثين بالتلاؤم، واضح إنه بدنا نيجي نقول إذا قلنا من الرسم الموجود عندنا الواضح إنه بدنا نلاقي ثلاث متساويات على الأقل حتى نقدر نرتب، أو تنين، بس تعال نشوف شو المعطيات الموجودة عندنا. من المعطيات الموجودة عندنا ما تبين إنه الضلع AC يساوي الضلع GH، وعندنا الضلع AB يساوي الضلع GR، خطين عليه قطعتين قطعتين، وBC يساوي HR، ثلاث أضلاع متساوية. واضح من هذا الوضع الموجود عندنا إنه صار بإمكاننا نكتب التطابق بأي طريقة، ممكن نكتب التطابق على التلاؤم. فإذا أنا بديت من الضلع على سبيل المثال AC، فمجرد بدأت أبدأ أنا مع الضلع GR،
بعدين رح يكون ل H، بعدين رح يكون ل B. فإذا قلنا A C B رح يكون G H R الموجود عنا. ليه؟ لأنه إذا أنا بدي أجي وأتأكد إذا أنا كتبت بطريقة صحيحة أو خاطئة، تعال نأخذ أول ضلعين A C هل يساوي G H، A C هل يساوي متأسفة حلو A C هل يساوي جي اتش؟ لا، اذا التطابق المكتوب عندي هو بطريقه هون خاطئه، يعني عمليا اذا نيجي نطلع اي سي هو يساوي، شو رايكم صح ولا غلط؟ خاطئه صحيحه، ممنوع نغلط، هذا لا يطابق، هذا لا يساوي، هذا احنا بنفتش على الموجود عليه نفس عدد القطع، يعني الضلع اي سي يساوي الضلع جي اتش. فواضح انه اول مساواة زبطت. تعال نفحص الضلع الثاني، هل CB يساوي HR؟ هل كمان مرة CB يساوي HR؟ نعم، ثلاث قطع وثلاث قطع. وآخر فحص ممكن نعمله، هل AB فعلا يساوي GR؟ نعم، إذا إحنا كاتبين التطابق على التلاؤم، ممكن تغيروا بالكتابة، يعني ممكن نكتب المثلث ABC يطابق المثلث، إذا حطينا البي في الوسط فبدنا نحط الآر هاي المرة في الوسط، بدنا نحافظ على نفس الترتيب، بإمكانكم تكتبوا بعدة طرق. إذا ماذا نستنتج؟ إذا عرفنا إنه متطابقين، مع إنه أعطونا ثلاث أضلاع متساوية، ولكن صار بإمكاني أستنتج إنه في عندي ثلاث زوايا متساوية، بمعنى إنه الزاوية A تساوي الزاوية G، والزاوية B تساوي الزاوية R. اكتبه منيح مين المحصور بيناتن، والزاوية إذا رمزنا لها أو بقوس واحد H ف H، إذا هاي ألفا ألفا، بيتا بيتا، وجاما جاما. كمان مرة ننتبه أنه الأضلاع المحصورة بين أو زوايا المحصورة بين الضلعين المتساويين بتكون بهاي الحالة متساوي، يعني بما أنه جي اتش يساوي A سي A و ار جي يساوي بي اي، اذا الزاويه المحصوره رح تكون هي بالترتيب او على التلاؤم ايضا متساويه. كيفيه كتابه التطابق على التلاؤم برضه بشكل سريع بنمرقها، اذا سمحتوا بطلب منكم طلب لبعد الاستراحه تحاولوا تعبوا المعطيات وتكتبوا اللي موجود عندنا هون على التلاؤم، بتامل انكم تقدروا تجاوبوا عليه بطريقه صحيحه. بانتظاركم بعد الاستراحه، يعطيكم العافيه.
يعطيكم العافية مرة تانية منكمل. طلبت منكم تحاولوا تلاقوا المتساويات الموجودة بحسب المعطيات فقط بالرسم، مش معطي معلومات أخرى، وتحاولوا تكتبوا التطابق على التلاؤم، وانتبهوا أنه ممكن يكون عندنا ثلاث طرق لكتابة التطابق على التلاؤم، والثلاثة بيكونوا صحيحات إذا عملناه بالترتيب الصحيح. من زمان نلاحظ عن حاول، وأكيد دائما قبل ما تجاوب على أي سؤال حاول دائما خذ المعطيات اكتبها بطريقة رياضية، ترجمها ووضحها، ومنها حاول استنتج المعلومات اللي ممكن تحللها أو تتوصل لإلها. يعني على سبيل المثال واضح لإلنا من الرسمة الموجودة ومن المعطيات إنه الزاوية A تساوي الزاوية G، وواضح إنه الزاوية C تساوي الزاوية H، وواضح أيضا أن الضلع AC يساوي الضلع GH. عندنا ضلع وزاويتين متساويات، هل أنا كما مرة AC يساوي GH، هل بقدر ألاقي التلاؤم الموجود عندي أو التطابق أكتبه على التلاؤم بالترتيب الملائم؟ واضح أنه نعم بإمكاني، بكفوني هدول المعلومات. إذا أنا بديت في الضلع أو في الرأس A فأنا رح أبدأ في G، والC مفروض يكون إقبالها H، وبيبقى عنا الB والR. وإذا بنيجي بنفحص عشان نتأكد هل الضلع AC فعلا يساوي GH كيف ما قلونا صحيح، وإذا بنيجي نفحص هل الزاوية B تساوي الزاوية R، واضح إنه مجموع زوايا المثلث 180، فإذا الأولى قد الأولى والثانية قد الثانية، إذا الزاوية الثالثة تساوي الزاوية الثالثة، لأنه 180 ناقص ألفا زائد بيتا يساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي هن ألفا وبيتا. عرفنا إنه المثلثين متطابقين، شو اللي بنقدر نستنتجه من التطابق؟ واضح مجرد إنه أنا عرفت ثلاث معطيات من الرسمة وقالوا لي إنه المثلثين متطابقين، بقدر أستنتج الثلاث معطيات البقايا الناقصة عندي، بمعنى بقدر أستنتج إنه الضلع AB يساوي الضلع GR، بقدر أستنتج إنه الضلع BC يساوي الضلع GH، أو الضلع BC يساوي الضلع أسفي RH، وهاي الزاوية معطيه وهاي الزاوية معطيه، ضل بقى علي أعرف إنه الزاوية الموجودة عندي هون اللي هي الزاوية B تساوي الزاوية R. يعني إذا ألفا ألفا معطي وبيتا بيتا، صار بإمكاني أستنتج إنه الزاوية الثالثة تساوي الزاوية الثالثة، وإذا ضلع صار بإمكاني أستنتج مين الأضلاع المتساوية على التلاؤم. أعطونا كمان معطيات، وبقولوا لنا وبطلبوا منا معطى، ما هي المعلومات التي يمكن استنتاجها بدون رسمي كمان مرة للتدريب بشكل سريع؟ معطى إنه المثلث MKL يطابق المثلث DEF، ما هي المعلومات؟ بتخيل صار كتير هواين عليكم تعرفوا إنه الضلع MK يساوي الضلع DE، الضلع KL يساوي الضلع DF، والضلع ML يساوي الضلع DF، وإنه الزاوية M تساوي D و K تساوي E و L تساوي F. نقدر إذا أعطونا إياهم بشكل عشوائي بدنا نفتش وين الضلع DE، إذا المساوي له هو الضلع MK، الضلع KL مساوي له هو الضلع KL مساوي له الضلع EF، والضلع ML مساوي له الضلع DF، والزوايا طبعا واضحة لكم مباشرة إذا عم نحكي عن الزاوية M، إذا اللي يساويها على التلاؤم D، وإذا K اللي يساويها على التلاؤم هو E، وإذا بنحكي عن L فاللي يساويها على التلاؤم هو الزاوية F، وهذا الموجود عندنا. صار واضح بتخيل لكم. تعالوا نشوف إسا كيف ممكن نستفيد من المعطيات. معطى أن المثلث GFD يطابق المثلث NBC، وانتبهوا منيح للترتيب، لترتيب الأحرف. كما مرة المثلث GFD هذا بيعني على التلاؤم مع يطابق على التلاؤم المثلث NBC. لو ما انكتب لتطابق أنا ما بعرف مين يساوي مين، مش أكيد ساعتها أنه GF يساوي NB، ولكن إذا بنكتب على التلاؤم أو على التناظر إذا بقدر أستنتج أنه الترتيب بفيدني بالحصول على معلومات إضافية، غير أنه المثلثين متطابقين، مين الأضلاع المتساوية ومين هي الزوايا المتساوية. تعال نشوف شو عم بطلبوا منا. عم بطلبوا منا نحاول ناخذ معلومات. شو المعلومات بشكل سريع؟ تعال نحاول نستنتج انا وياك شو كيف ممكن نلاقي طول الضلع NB. واضح انه طول الضلع NB يساوي طول الضلع GF، بمعنى انه يساوي، اذا هذا الضلع يساوي 8 فواضح انه الضلع الثاني رح يكون عندنا مساوي ل 8 سنتيمتر. اذا الزاوية F 40 فواضح انه الزاوية B تساوي 40، اذا F 40 فB تساوي 40. ايضا اذا الزاوية دي 80 بامكاني مباشرة استنتج انه الزاوية سي رح تكون كمان مساوي ل 80 درجة،
وإذا الزاوية جي معطية معنا 60، فإذا الزاوية N رح يكون مقدارها مساوي ل 60 درجة. نفس الإشي بالنسبة للأضلاع، إذا الضلع اللي عندنا FG يساوي 8، فإذا واضح أكيد إنه الضلع NB رح يكون مساوي ل 8، وإذا الضلع FD الموجود عندنا FD يساوي 7، إذا الضلع NB أيضا يساوي 7، وإذا الضلع DG الموجود عندنا هون يساوي 4، إذا الضلع NC يساوي أيضا 4 سنتيمتر أو 4 متر أو أي وحدة بعطونا إياها، طبعا لازم تكون واضحة ومعطية. فبهاي الحالة طلع صار عندي معلومات عن 6 معطيات، 3 أضلاع متساوية مين هي وكم مقدارها، و3 زوايا متساوية مين من كل زوج من الزوايا متساوي ومقدارها. ايضا معطي معنى هذا المثلث، بيقولوا لنا انه بي دي اف يطابق المثلث ان سي جي على التلائم. كيف ممكن انا افرجي او اخذ معلومات اضافيه موجوده عندي؟ اذا بنيجي نتطلع بشكل سريع، بدنا نلاقي وطلع شو معطينا بشكل عشوائي من المثلثين. عم بطلبوا منا نلاقي طول الضلع، على سبيل المثال تعال نبدا في الزوايا، بدنا نلاقي الزاويه بي او بدنا نلاقي الزاويه دي او جي. كيف ممكن نلاقي؟ أكيد بتخيل صار واضح لإلكم الطريقة اللي إحنا بدنا نحل فيها. واضح تماما إنه إذا عندي على سبيل المثال، خلينا نمشي بالترتيب، إذا الزاوية B تساوي الزاوية N، إذا الزاوية B تساوي 70 درجة، فإذا الزاوية N تساوي 70 درجة، وهذا واضح من المعطيات اللي أعطونا إياها قبل. النقطة الثانية، إذا الزاوية F 70، إذا الزاوية G 70 أيضا، لأنه F يقابلها G، الثالثة بالترتيب أو على اليمين. وواضح إنه إذا BF معطي إنه 6، إذا الضلع BF يساوي 6 وحدات، إذا الضلع مين رح يكون قباله؟ طبعا الضلع NG رح يكون مساوي ل 6 وحدات. وإذا عندي ضلع CG هو 10، إذا بنطلع CG هو 10، إذا DF بقدر أستنتج أيضا إنه هو 10، إذا هذا سنتيمتر فهذا سنتيمتر، إذا متر فمتر، حسب شو الوحدة اللي بعطونا إياها، بس بيكون متساوي أيضا في الوحدة. وهذا الموجود عندنا والمعطيات. سؤالي إلكم، أنا عرفت مقدار زاويتين، هل بإمكاني أعرف مقدار الزاوية دي مع إنه الزاوية دي والزاوية C اللي هن موجودات على التلائم مش معطيات معنا، هل نقدر نلاقي مقدار هاي الزاوية؟ واضح انه نعم، لانه مجموع زوايا المثلث 180، ف 180 نطرح منها مجموع الزاويتين الموجودات عندنا 70 و 70 140، و 180 ناقص 140 يساوي 40 درجة. ايضا هون 180 ناقص 140 يساوي 40، او فيش حاجة نعمل كل هاي الحسابات، نقدر نلغيها ونقول اذا هاي الزاوية 140 درجة، اذا الزاوية الثانية تساوي 40 درجة. طبعا هون ما فيش العلاقة بالضلع، احنا عم نحكي عن دي وسي، اذا الحل بيكون موجود عندنا بهاي النقطة، بس عفوا منكم هون ايه، وهذا ما له علاقة، ولكن احنا بنقدر نستنتج انه متساوي من ناحية اضلاع وليس زوايا. تدريب على الاستفادة من التطابق، تعالوا نشوف كمان مرة بشكل سريع. اسا A مثلث ABC يطابق، وانتبهوا كيف نقرأ، يطابق المثلث RKS. فشو المعلومات اللي انا بقدر استنتجها؟ واضح مباشرة انه الضلع BC يساوي الضلع KS، إذا يساوي 4. الضلع RS تعال نفتش عليه، يساوي الضلع AC، وبهاي الحالة إذا AC 2 معناته RS رح يكون عندنا أيضا 2. ومنكمل بنفس الطريقة من ناحية الزوايا، يعني بما معناه إنه إذا الزاوية S تساوي 40، فمعناته الزاوية C رح يكون مقدارها أيضا 40. إذا الزاوية R مش معروفة عندنا، ولكن هي موجودة على التلائم مع A، فإذا A مقدارها 120، إذا الزاوية R رح يكون مقدارها 120. وإذا في مقدار زاويتين معروف، إذا مقدار الزاوية الثالثة أيضا رح يكون عنا معروف، لأنه 20 زائد أو 120 زائد 40 هو 160، فالزاوية الموجودة عندنا هون هي 180 ناقص 160، فبتكون الزاوية K 20 على سبيل المثال. بهاي الحالة أيضا الزاوية B رح يكون مقدارها أيضا 20 درجة.
تعرفنا بالدرس السابق على دخلنا على تطبيق جبرا، وبطلب منكم كمان مرة للناس أو ما كان معنا حاولوا تاخذوا الروابط وتدخلوا على الرابط الموجود هون وتحاولوا تفوتوا على تطابق مثلثات، نظرية التطابق الأولى ونظرية التطابق الثاني، وفي تطبيق حتى لها وتدريب على إيش هي الشروط الملائمة حتى أنا والكافي والأقل الممكنة حتى أقدر أثبت وأبرهن إنه المثلثين متطابقين بدون الحاجة لإثبات إنه عندي ثلاث أضلاع متساوية على التلاؤم وثلاث زوايا متساوية على التلاؤم. وانتبهوا منيح، وصلنا في هذا التطبيق كمان مرة للي ما كانش وصلنا بأنه ما بكفي إذا المثلثين كانوا متساويين بضلع واحد، هذا ليس بالضرورة أنه يكون المثلثين متطابقين. إذا عرفت بس أنه في ضلع متساوي ما عندي معلومة عن باقي الأضلاع أو الزوايا، ما بقدر أثبت أنه المثلثين متطابقين. إذا عرفنا أنه ضلعين على الأكيد متساويين وباقي المعلومات مش معروفة، ما بقدر أأكد أنه المثلثين متطابقين. أو إذا علم أن ضلع وزاوية متساوية أيضا لا يمكن التأكيد أنه المثلثين متطابقين، وإذا كان عندنا زاويتين متساويات لا يمكن التأكيد بأنه المثلثين متطابقين، ممكن نعم ممكن لا حسب باقي المعلومات. بالنسبة للنظريات احنا حكينا عنها في التطبيق السابق، بإمكاننا نرجع للتطبيق وتدخلوا انتم كمان مرة عليه، وبإمكانكم تتبعوا معي إسا للتذكير بشكل واضح. نظرية التطابق الأولى اللي احنا وصلنا لها وتحدثنا عنها في الدرس السابق، انه إذا كان في المثلث الأول ضلعان يساويان ضلعين في المثلث الثاني، وأيضا يوجد زاوية محصورة بين الضلعين المتساويين متساوية، فإن المثلثين متطابقين. بمعنى آخر وبكلمات أخرى، إذا كان أنا في عندي مثلث معلوم أن الضلع الأول يساوي الضلع الثاني على فرض أنه هذا الضلع مقداره A أو سميناه A و A، والضلع الثاني يساوي الضلع الثاني، وأنتم مثل ما شايفين قطعتين خطين عليه وخطين، فإذا هذا الضلع B وهذا الضلع B، وبنفس الوقت معروف أن الزاوية المحصورة بين الضلعين المتساويين اللي هن A و B أو الضلع AB والضلع BC ألفا تساوي الزاوية المحصورة بين A و B اللي هن بهالحال الضلع DE و EF وتساوي أيضا ألفا، مباشرة بقدر أستنتج وأكون برهنت بأن المثلثين الموجودين عندي اللي هن المثلث ABC، بقدر أستنتج مباشرة أن المثلث ABC يطابق المثلث DEF. وهي نظرية، نظرية التطابق الأولى تعتمد على ضلع زاوية، ضلع انتبهوا موقع الزاوية مفروض يكون محصور، الزاوية اللي عم بحكي عنها المتساوية مفروض تكون محصورة بين الضلعين المتساويين، أو ممكن نكتبها باختصار ضاد زين ضاد، ضلع زاوية ضلع. وانتبهوا كيف فرجينا بالتطبيق قبل إنه مش أي زاوية، ولكن لازم تكون الزاوية المتساوية هي الزاوية المحصورة بين الضلعين المتساويين. على سبيل المثال إذا بنيجي نتطلع هون، واضح لإلنا إنه الضلع الأول يساوي الضلع الأول، والضلع الثاني يساوي الثاني، 6 يساوي 6 و8 يساوي 8، وبنفس الوقت في عندنا زاوية تساوي زاوية 90 تساوي 90، وهي محصورة بين الضلعين المتساويين اللي هن 6 و8 و6 و8. إذا نقدر نستنتج إنه المثلثان متطابقان حسب النظرية ضلع زاوية ضلع، أو ممكن نقولها باختصار ضاد زين ضاد. تعال نطلع على السؤال الموجود عندي، وبقول لي أنا في عندي مثلث فيه الضلع الأول يساوي الضلع الأول، والضلع الثاني BC يساوي الضلع EF، وعندي الزاوية A تساوي الزاوية D. هل بقدر أستنتج أو أقول إنه أنا بهاي الحالة برهنت بأن المثلثين متطابقين؟ طبعا الإجابة، وشفنا بالتطبيق السابق بجبرا إنه طبعا لا، ما بنقدر نقول إنه المثلثين متطابقين، هذا شرط غير كافي، لأنه ممكن بهاي المعلومات أرسم عدة مثلثات وتكون غير متطابقة بالمرة. الشرط إحنا اللي حكينا عنه أن الزاوية اللي إحنا بنحكي عنها متساوية مفروض تكون موجودة هون، بتكون موجودة محصورة بين الضلعين المتساويين اللي تحدثنا عنهم. إذن كلا، لا يمكننا أن المثلثات متطابقة. نظرية التطابق الأولى كمان مرة
انا في عندي وانتبهوا اعطوني كمان مثلثين وقالوا لي الضلع الاول ايه والضلع الاول ايه مقداره، الضلع الثاني بي والضلع الثاني بي، في عندي زاوية تساوي الفا وعندي زاوية تساوي الفا، عند الضلع الاول يساوي الضلع الاول، ضلع الثاني يساوي الضلع الثاني، وفي زاوية بالمثلث الاول تساوي زاوية بالمثلث الثاني. هل هذا معناته انه المثلثين متطابقين؟ نرجع مننبه انه لا، وبتامل انكم ما وقعتوش بالغلط كمان مره. ليه؟ لانه الزاويه الموجوده عندي مظبوط الزاويه الفا محصوره بين الضلعين المتساويين، ولكن هاي الزاويه الفا غير محصوره بين الضلعين A و B المتساويين، فلا يمكن الاثبات او الاستنتاج بانه المثلثين متطابقين. بدنا نتحرك وننتقل لنظريه التطابق الثانيه. نظريه التطابق الثانيه شبيهة وبتختلف، ما بعرفش كيف بدكم تشوفوها، تعالوا نشوف مع بعض وانتم تقارنوا. نظرية التطابق الثاني بتحكي على انه حتى يتطابق واكد وابرهن انه المثلثين متطابقين، يجب ان تتساوى زاويتان على التلاؤم وضلع محصور بين الزاويتين المتساويتين. بمعنى اذا كان عندي الزاوية B مقدارها الفا والزاوية E اللي هي الفا متساويات، الزاوية C نسميها بيتا والزاوية F نسميها بيتا، فإذا كانت الزاوية ألفا زاوية بيتا تساوي E وتساوي أو سميناها ألفا، والزاوية C تساوي الزاوية F وتساوي بيتا 60 درجة 50 درجة 40 درجة نفس المقدار، ووجد إنه الضلع المحصور بين الزاويتين المتساويتين إذا رمزنا له بطول X يساوي الضلع المحصور بين E و F سميناه X، فدغري ومباشرة بقدر أستنتج إنه هدول المثلثين متطابقين. عملياً أنا بكون برهنت إنه المثلثين متطابقين، وبهاي الحالة بتكون عندنا نظرية التطابق تسمى زاوية ضلع زاوية. وانتبهوا عم نحكي إنه الزاوية الأولى تساوي الزاوية الأولى، الزاوية الثانية تساوي الزاوية الثانية، والضلع المحصور يساوي الضلع المحصور بين الزاويتين المتساويتين. وممكن نكتبها باختصار زين ضاد زين، زاوية ضلع زاوية. تعالوا نفحص مع بعض إذا أنا في عندي الشكل الموجود هون، هل المثلثين الموجودات عندي بقدر أثبت أو أستنتج بأنه المثلثين متطابقين نعم أو لا؟ القانون قالنا أو القاعدة قالتنا إذا في المثلث الأول كان في عنا زاويتان متساويتان لزاويتين في المثلث الثاني، وهذا موجود عندنا، الزاوية 50 تساوي الزاوية 50 والزاوية 70 تساوي الزاوية 70، و أيضا الضلع المحصور بين الزاويتين المتساويتين، الضلع المحصور بين الزاويتين المتساويتين يعني المكون الموجود بين هدول الزاويتين والضلع الموجود بين الزاوية 50 و70، إذا كان متساوي هو فعلا متساوي 6 سنتيمتر و6 سنتيمتر، إذا بإمكاني أستنتج أن المثلثان متطابقان. بمعنى المثلثان متطابقان حسب النظرية زين ضاد زين أو زاوية ضلع زاوية. كما مر عندنا الزاوية الأولى تساوي الزاوية الأولى والزاوية الثانية تساوي الزاوية الثانية 70 70، وبنفس الوقت واضح لنا أنه الضلع المحصور بين الزوايا المتساوية أيضا متساوي. إذا عندنا ثلاث شروط، الزاوية الأولى تساوي الأولى على التناظر، والثانية تساوي الثانية على التناظر، والضلع المحصور بين الزاويتين المتساويتين في المثلث الأول يساوي الضلع المحصور بين الزاويتين المتساويتين في المثلث الثاني. خلينا نفحص إذا الشكل اللي عندنا هون المثلث الأول الأصفر مع المثلث الأزرق متطابقين أو لا، هل بقدر أستنتج إنه المثلثين متطابقين نعم أو لا؟ واضح لإلنا إذا بنيجي نطلع عنا الزاوية ألفا فعلا تساوي الزاوية ألفا، والزاوية بيتا أعطيناها نفس الرمز بمعنى إنه إلها نفس المقدار، والضلع اللي عندي هون A والضلع اللي عندي هون A، في عندي ضلع يساوي ضلع، في عندي زاوية تساوي زاوية وزاوية تساوي زاوية، ولكن هل هذا بيعني إنه المثلثين متطابقين؟ طبعا هذا ما بيعني، ليس بالضرورة المثلثين متطابقين، لأنه إحنا بنعرف إنه لازم يكون ضلع متساوي، ومش بس متساوي ولازم يكون محصور، انتبهوا منيح، وأيضا ضلع محصور وليس فقط متساوي. إذا هو بس متساوي كيف ما مكتوب هون، هذا ما بيعني إنه المثلثين متطابقين، مفروض يكون في عندي ضلع محصور بين الزاويتين المتساويتين. فإذا بنيجي نطلع نفس الإشي عندنا الزاوية الأولى تساوي الأولى،
والثاني تساوي الثاني، ولكن الضلع بي سي الذي يساوي الضلع اي اف اللي عليه نفس العدد القطع لا يساوي يساوي اي اف، ولكنه غير محصور بين الزاوية اي و سي، والضلع اي اف ايضا غير محصور بين الزاوية دي و اف. فاذا ما بنقدر نقول انه المثلثين متطابقين. يعطيكم العافية، في الدرس الثالث احنا راح نكمل في براهين واسئلة تدريب اكثر. يعطيكم العافية، وراح ننتقل ايضا لنظرية التطابق الثالثة. شكرا لكم.